بشير جبر، أبدأ معك وأرحب بك بطبيعة الحال. ما الذي يحدث في مشاهداتك، سواء كان ذلك في الجانب الجنوبي في رفح وفي خان يونس، لأن الاستهدافات أيضا طالت مناطق في خان يونس من جديد اليوم، وما الذي يحدث في مخيم جباليا، هذه المعارك الدامية والطاحنة التي تدور رحاها على مدار الأيام الماضية؟ بشير، تحية لك أحمد. يعني وبالفعل ما ذكرت من أصوات القذائف الإسرائيلية التي لا زالت تتواصل حتى هذه اللحظة باتجاه المناطق الشرقية لأحياء محافظة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، حي السلام وحي التنور ومنطقة حي الجنينة، جميعها أحياء تتعرض إلى قصف مدفع عنيف من المدفعية الإسرائيلية المتمركزة إلى الشرق من هذه المدينة. هذا إلى جانب التحليق المكثف، ولعلك تستمع إلى هذا الصوت أحمد من الطائرات الحربية الإسرائيلية التي تحلق في سماء المدينة بشكل مكثف وتقوم بالإغارة منذ ساعات الصباح باتجاه المناطق الشرقية ووسط مدينة رفح، مستهدفة منازل المواطنين وممتلكاتهم وموقعة دمارا واسعا في هذه المدينة. المناطق الغربية كذلك أحمد من هذه المدينة تتعرض بين الفينة والأخرى لإطلاق نار من الزوارق الحربية الإسرائيلية، والخطورة هنا بأن المناطق الغربية باتت مكتظة بآلاف النازحين الفلسطينيين. نحن نتحدث عن مليون وأكثر من مليون ونصف مليون نازح يعيشون في غرب مدينة رفح، لا يتعرضون إلى قصف مستمر بالزوارق الحربية الإسرائيلية التي لا تتوانى عن إطلاق قذائفها ورصاصها باتجاه الشريط الساحلي لقطاع غزة عموما ولرفح النصيب الأكبر من هذه القذائف شمالا. والمحور الآخر هو محور مدينة مخيم جباليا وبلدة جباليا في شمال القطاع، التي تجتاح الأليات العسكرية الإسرائيلية بشكل كبير وموسع، وصلت ودمرت مربعات سكنية بأكملها في داخل هذا المخيم، ووصلت إلى قلب المخيم وقلب مدينة جباليا، محدثة أضرارا جسيمة في ممتلكات المواطنين. إلى جانب ذلك تقوم الطائرات الحربية الإسرائيلية باستهداف كل المواطنين والمنازل الذين يحاولون التحرك في باتجاه مدينة جباليا، موقعة أيضا العشرات من الشهداء والمصابين. أعداد هؤلاء الشهداء لا زالت في ازدياد مستمر، وهناك المزيد من جثث لجثامين الشهداء لا تستطيع طواقم سيارات الإسعاف ولا الطواقم الإغاثية من الوصول إليهم وانتشالهم نظرا لكثافة النيران باتجاه مخيم جباليا. اليوم كان هناك استهداف مباشر لأحد سيارات الإسعاف التي كانت تحاول الوصول إلى منطقة مخيم جباليا انتشال الجثامين، وهذا يوضح بالدليل القاطع بأن الاحتلال الإسرائيلي يريد ارتكاب مجازر وجرائم إبادة بحق المواطنين في تلك المنطقة. اللافت أيضا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتجريف مداخل بلدة بيت حانون في شمال مخيم جباليا ومن الناحية الشمالية. هذا التشريف أيضا طال الطرق الرئيسية والمدخل الرئيسي لبلدة بيت حانون في شمال القطاع. الواضح بأن الاحتلال الإسرائيلي ذاهب إلى تصعيد وتوسيع لعملياته البرية باتجاه شمال قطاع غزة وكذلك باتجاه المناطق، وتوسيع العملية العسكرية الدائرة في مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع. بشير، على مستوى وصول الإمدادات اللازمة للحياة، إسرائيل تحول وتقطع الطريق تماما دون أي إمكانية لإيصال هذه المساعدات أو الحدود الدنيا من هذه المساعدات. اليوم يبدو أن هناك شكوى من عدم وفرة الماء النظيف الذي يمكن أن يشرب من جانب الأطفال والصبية وكبار السن والمرضى. ما الذي تتابعه في هذا الإطار بشير، وأنت كنت قد أشرت إلى هذه النقطة في أكثر من مناسبة؟ أحمد، يعني المياه في قطاع غزة هي شحيحة ومفقودة للغاية، عدا عن أن نسبة التلوث في هذه المياه من الجانب المصري. يبدو أننا فقدنا الاتصال ببشير جبر مراسلنا، أشكره على أية حال من خان يونس في أقصى جنوبي قطاع غزة.